اسم عبد الله محمد عمر بن حكيم، العمر 60 سنة. أنا أشتغل وواحد من عيالي يشتغل برضه كبير، ساكن فيها من 67 هذه، والضرر ضرر كثير. الأضرار هذه السقوف تضررت، والجدران كما أنت شايف، الطوق، والأمطار لما جيت هذه نحن تدخل في السقوف. الآن شوفنا الحمد لله في تحسن، يعني في عمل واضح، يعني الآن بوزعوا بالعمل فعلا. أنا شعوري الآن الحمد لله تمام، حسينا بارتياح أن بدأوا يصلحوا، وهذا تحس بالسعادة أنت والطمأنينة يعني. نعم، هذا الشيء اللي لمسته في بداية العمل، وإن شاء الله نهايته يكون أفضل عادة.